اقول لك خبر عاجل يا استاذ اوسي، رئيس يا استاذ. الوزراء يعلن تعليق الانشطه الرياضيه في مصر لمده اسبوعين بسبب فيروس كورونا. تمام، ده خبر عاجل يبقى يعني كده فعلا. تعلقت كل الانشطه الرياضيه بما فيها كره القدم يعني، اعتقد يعني طبعا طبعا خلاص كده. احنا لسنا ضد هذا تعليق. بالظبط، ما احنا بنقول تعليق او تاجيل، وهو التعليق هو والتاجيل في يعني. مؤتمر صحفي حاليا اعلن تعليق لاجراءات احترازيه. بالظبط، احنا قلنا ان وزير الشباب والرياضه متواجد، الاستاذ عمرو الجنايني برضو كان على ميعاد مع معالي وزير رئيس الحكومه، تمام. كل ده كلام مهم جدا وكلام محترم، ما يحفظ صحه البشر ويحافظ عليهم ويقلل من انتشار هذا الفيروس بين المصريين، فهذا امر مطلوب وامر يعني مرغوب فيه وامر جيد يعني. فطبعا شيء جيد ان يتم التعليق لهذا السبب يعني، لكن فكره الالغاء ليست موجوده، لا ولا مش اعتقد مطروحة، ان هو البيان حتى ما تطرقش للجزئية دي إطلاقا ده يعني. اللي احنا بنتكلم فيه، ان البعض بيقول لك الغاء، لا احنا مع التاجيل مع التعليق زي المدارس كده، وزي اي حاجه يتم فيها ابعاد الانشطه وابعاد التجمعات، فده مهم جدا للحفاظ على الصحه العامه لكل المصريين طبعا يعني، حاجه مهمه جدا وحاجه محترمه يعني. بالظبط. طيب بالعودة لمباراة الأهلي وسموحة، وهي آخر مباراة هنتكلم عليها الفترة الحالية بقى، مفيش ماتشات جاية. تمام. اعتقد ان فكان المباراه دي نقعد نحلل فيها كام هتبقى اسبوع هنقعد كده. كتير نتكلم فيها. قولوا لي يا جماعة، لا كان واضح ان النادي اجتماع الاتحاد الكورة خلال ساعات هيحددوا فيه مواعيد جديدة بالظبط للماتشات اللي هتبقى. بص، هذا موسم استثنائي في العالم كله، في العالم كله فعلا يعني. فعلا انت دلوقتي وارد ان دوره الالعاب الاولمبيه في بكين 2020، في طوكيو. طوكيو 2020، وارد جدا ان هي يعني ربما تعلق ربما تؤجل، ممكن تتاجل لتلعب في وقت تاني، ممكن ما تتلعبش حسب الاحوال، لان المنطقه اللي هناك برضه موبوءه بشكل كبير جدا. مين اللي هيروح في المنطقه اللي هناك ومين اللي هيجي يعني، دي منبع الكارثه اللي حصلت هناك بالظبط. اللي هي منطقه الشرق اسيويه يعني. فطبعا نتمنى ان الناس تستقبل هذا الامر بشكل جيد، تتعامل مع الامر بروح هاديه كده وروح طبعا، لان الهدف هو المصلحه العامه لينا كلنا. هو فعلا العالم كله بيمر بموسم استثنائي، احنا مرينا بيه السنه اللي فاتت من غير اي سبب، السنه فاتت لكن في نفس تمرنا الوقت احنا عايزين بقى نتعلم. هنشوف العالم كله هيقدر يعالج الموسم الاستثنائي ده ازاي ويتعامل معاه ازاي ده بعد حاجات ان شاء الله ما استثنائية تنتهي جزئيه في فيروس كورونا. يعني احنا كنا فشلنا في اداره الموسم الاستثنائي مثلا السنه اللي فاتت، السنه دي عندنا موسم استثنائي حتى لو في فيروس كورونا او ما فيش فيروس كورونا يعني. بس ازاي نتعلم من الحاجات دي لو هنمتلعها كمان في الفتره دي. مرفوع عن كاهلك ضغط المواجهات الدولية بالظبط. يعني انت مش المحل بس اللي هيعلق، لا يعني مثلا كان عندك معسكر في مارس ومنتخب وتوقف دوري خلاص مفيش الحاجات دي كلها، فمهم جدا ان احنا نستفيد من كل ده ويتم التنظيم. واعتقد ان المفروض اتحاد الكره يجتمع وينسق هذا، واعتقد اتحاد الكره نفسه هو اللي لازم يطلع يعلق هذا النشاط يعني. الخبر ده يا جماعه من اتحاد الكوره صح؟ ايه بقى اللي هو معلم؟ تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما، ده صادر عن الاتحاد المصري لكرة خلاص القدم رسمي. دلوقتي بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. بس ده خلاص كده القرار. يبقى كل المسابقات تم تعليقها، كل المسابقات تم ايقافها لحين لمده اسبوعين لحين اشعار اخر ان شاء الله، والامور اعتقد ان هيتم وضع جدول جديد جدا للمسابقه يراعي هذه الفتره الزمنيه اللي تم تاجيل فيها المنافسات. طيب بس هو هنا بيقول يا جماعه برضو عايز ارجع الاعداد معايا في الجزئيه دي، بيقول لك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس. الاثنين المقبل، ايوه ما هو علشان ده اول الاثنين اللي ماتشات هو يوم بعد الاثنين، بكره. مفيش ماتشات تمام بكره يا تمام حد يعني، لان كان في اول مباراه كانت لعب يوم الاثنين، بالظبط بالظبط. فبالتالي كده تم تاجيل الماتشات يعني. ف طيب هنتعامل مع القرار ده خلال الفتره الجايه. تمام، ربنا يعينك يا كابتن امير، وهنشوف بقى انت الحلقات متضرر من هتبقى هذا عباره عن ايه. القرار؟ بص هو عامة يا أستاذ أوسي، احنا بنتضرر بإيقاف الرياضة في مصر لأن هي طبعا الوسيلة طبعا الترفيهية اللي بتبقى للجماهير المصرية بتحديد كرة القدم، كلنا بنبقى فرحانين بالماتشات من مختلف الماتشات يعني، سواء طبعا باجتماعاتك موجود المختلفة النشاط أهلي شغال زمالك يعني. الكلام من ده، فدايما بنحب إن الدنيا تبقى ماشية، لكن في نفس الوقت على المستوى المهني الدنيا هتبقى صعبة شوية، أخبار هتبقى قليلة شوية، لا ولكن ان شاء دايما الله تبقى التواصل عندك هيفضل مع جمهور النادي الأهلي، وتطمن الجمهور على كل الأمور الرياضية بشكل عام سواء محليا أو عالميا، أو كمان بخصوص نادينا الحبيب النادي الأهلي. مباراة سموحة وكلمنا عنها وقلنا إن دي عايز كلها اتكلم، بس أسباب عايز اقول لك النقطه ممتازة. فيها ان اتفضل.
يعني كان واضح الاجهاد يعني انت الاجهاد يعني بشكل كبير جدا يعني اسباب منطقيه للتعادل يا استاذ ما فيش تبرير للتعادل يعني بتاع هو في اخطاء حصلت في اخطاء والاهلي كان وحش وفي لعيبه كان محتاج ان هي تبقى تشد اكتر من كده وفي لعيبه محتاجه ان هي تقعد بره كل ده ما بنتكلم فيه لكن انت برضو في اجهاد كبير جدا انت جاي من سفر صباح الاثنين تقريبا عملت استشفاء يوم الثلاث نزلت الملعب وكنت هتواجه نفس الكارثه في الماتش اللي بعده مباراه يعني انت بتلعب يوم الاربعاء قدامك خميس وجمعه وتلعب يوم السبت ايه العلقه السخنه دي كانت المفروض النهارده يعني كانت علقه سخنه طبعا ازاي لجنه المسابقات ما فكرتش في جزئيه زي دي يا استاذ وبناء عليه النادي الاهلي ارسل خطاب للاتحاد المصري لكره القدم يعني الخطاب اللي احنا كنا تابعناه اول امبارح دعني اتخيل السيناريو يعني واتمنى ان يكون خاطئا يعني انت بتضغط النادي الاهلي وبتحط النادي الاهلي تحت ضغط رهيب جدا هل هدفك طب الهدف ايه ايه بقى دعني اتخيل برضه هدفا وربما يكون الراي يعني الهدف ايه من الموضوع ده يعني انت بتدفع النادي الاهلي ان يخش في طريق معين ويعترض النادي الاهلي وما يلعبش النادي الاهلي ويهدد النادي الاهلي بعدم اللعب وعلشان تحطه في مأزق معين يعني مثلا يعني هل ده ممكن يكون مقصود هذا السيناريو يعني والله الواضح كده يعني انت لما انا جاي يوم الاثنين وتلعبني يوم الاربع واطلع من يوم الاربع متدغدغ العب يوم السبت يعني طب ما يعني ما غيري هيلعب بعد 6 ايام وهيلعب بعد 5 ايام تاني ده في الاعتبار خلي بالك ان الاتحاد المصري في بدايه الموسم اعلن عن بعض القرارات اللي بتخص البطولات الافريقيه ومشاركه الانديه فيها وتعارضها مع المباريات المحليه وان قال لك هيبقى في مسافه 4 أو 5 أيام لما يكون عندك مباراه بره مصر وبعد كده ترجع تلعب المباراه المحليه لازم يكون في مسافه طب ما هو الاربع ايام دول تطبقوا على الاهلي بس يعني الاهلي خد 4 أيام اللي كان بيلعب في دوري الابطال في ربع النهائي كان معانا الزمالك في نفس الموضوع الزمالك خد 6 أيام بالظبط يعني اشمعنى يعني ده لعب 6 يلعب عشان نادي الزمالك بلاش نادي الزمالك اي فريق تاني كان هيلعب يعني بنتكلم بشكل عام وشكل واضح يعني ليه ده بياخد 4 أيام اللي هي خد 4 أيام منهم يومين في السفر يومين هو هناك لسه ايوه يومين هو هناك الزمالك واخد 6 أيام منهم 3 ساعات هناك وبعدها كان في القاهره واخد بالك يعني يوم 7 ده كان في القاهره مواجهه بعدين فطب انت بتتكلم في ايه؟ يعني واضح ان في عدم تكافؤ فرص عدم عداله في الايام وتوزيع الايام بين الفرق ده واضحه جدا يعني ما فيهاش كلام يعني لو في اي مبرر تاني غير كده حد يقوله لنا يعني بالظبط يعني ده هدف حضرتك ايه الله اعلم يعني ما فيش اي مبرر تاني غير كده ان في يعني نوع من عدم العداله في منح الفرص الكافيه لكل فريق او يكون في تساوي في فتره الراحه بالنسبه للفرق كلها يعني مفيش فريق في الدوري مش الزمالك اللي هو موجود مفيش فريق في الدوري موجود عملها معاه بالظبط